عن مرور 8 سنوات على التدخل الروسي العسكري لمصلحة نظام بشار الأسد في سوريا، معنا من اسطنبول الخبير العسكري والسياسي السوري العقيد أحمد حمادة. مرحبا بكم. إذن في البدء، ما الثمن الذي دفعه السوريون بعد 8 سنوات من هذا التدخل الروسي طبعا لمصلحة نظام بشار الأسد؟ السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. يعتبر التدخل العسكري الروسي في 30 أيلول 2015 نقطة فاصلة في تاريخ الثورة السورية، إذ بدأت روسيا بجلب قواتها الجوية والأرضية ودخلت في معركة ضد الشعب السوري لصالح نظام بشار الأسد. فيعني أكثر من 6000 غارة جوية وعملية عسكرية قامت بها روسيا وجربت أسلحة بحدود 3200 بعد أن كان النظام يسيطر على 22% من الأراضي السورية فقط، وكان محاصرا، وكما قال لافروف مرة للنظام السوري بأن النظام كان على وشك السقوط لولا التدخل الروسي لصالح هذا النظام. فبدأت الجيش السوري وكذلك ميليشيات إيران بدعم كامل من الروس الذين شكلوا غطاء ناريا وغطاء جويا في التقدم، وحتى سيطرت روسيا والميليشيات الإيرانية والنظام على معظم الأراضي، وخاصة بعد يعني الضغط الروسي باتجاه تشكيل مناطق خفض تصعيد كما سمونها بعد البدء في عملية أستانا. إذن ليس فقط عسكريا أثر الروس على الثورة السورية، ولكن سياسيا وكذلك دبلوماسيا استخدم الروس أكثر من 14 مرة الفيتو، حق النقض الفيتو في مجلس الأمن. كذلك ضغطوا على الدول العربية وبعض الدول الإقليمية للتطبيع مع نظام بشار الأسد، كما حصل في عودة بشار الأسد إلى يعني قمة جدة. لذلك الروس استخدموا كل أنواع الأسلحة وكل أدوات الضغط العسكري والسياسي والدبلوماسي من أجل إعادة تأهيل بشار الأسد ومن أجل السيطرة على المواقع الاستراتيجية الهامة في قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس، وكذلك على مواقع اقتصادية كبيرة في البادية السورية وحقول النفط وحقول الغاز وأماكن قواعد عسكرية. إذن بعدما تفضلت بسرد كل هذه الأحداث وتأثير ذلك على ميزان القوة في المشهد السوري، أيضا ما تأثير ذلك في تغيير ميزان القوى إقليميا في المنطقة ولا سيما في العراق ولبنان؟ روسيا عندما دخلت إلى سوريا كانت تريد أن تجعل من سوريا قاعدة عسكرية للانطلاق إلى باقي مناطق الإقليم. يعني رأينا بعد ذلك تدخلت إلى صالح حفتر في ليبيا، كذلك تدخلت إلى جانب حمدتي عن طريق عصابات فاغنر، تدخلت في مالي في الدول الإفريقية، كذلك في لبنان وفي مناطق أخرى. إذن الروس أرادوا أن يجعلوا سوريا قاعدة لانطلاق قواتهم وانطلاق نفوذهم بعد أن انحسر هذا النفوذ بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في 91. لذلك أرى أنا بأن الروس من الصعب أن يستغنوا على هذا الموقع الجيوسياسي في سوريا وهذه القواعد العسكرية، وتمسكهم اليوم ببشار الأسد ودعمه ليس من أجل بشار الأسد أو من أجل أي شيء، ولكن من أجل المحافظة على نفوذهم وعلى مكاسبهم في سوريا ومن أجل الانطلاق إلى باقي المناطق. يعني نصب صواريخ الإس 400 في محيط حميميم هي ليس من أجل الثورة السورية، ولكن من أجل التأثير على القواعد الغربية في اليونان وفي الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط. ولكن لماذا تركت الدول الكبرى وعلى رأس أمريكا كذلك في حلف الناتو وأوروبا عموما، تركت روسيا أن تسيطر بهذا الشكل في المشهد السوري، وربما ذلك أيضا أدى إلى استمرار هذا التدخل الروسي وما جرى في أوكرانيا؟
يعني للأسف الشديد الإدارة الأمريكية حتى الآن تتخبط في الاستراتيجية في هذه المنطقة، فرأينا فترة أوباما وهذه الفترة فترة بايدن هي متواصلة لفترة أوباما، يعني هي نفس فترة أوباما، وكان هناك اجتماعات كثيرة ما بين لافروف وكيري حددوا من خلالها بأن الروس يعني عليهم أن يدخلوا إلى سوريا وأن هم يحسموا هذا الأمر، ولكن التمدد الروسي وكما يقال يعني عدم ردع روسيا في سوريا وفي المنطقة أغرى بوتين من أجل إقامة روسيا الجديدة والدخول في الحرب في أوكرانيا للسيطرة على أوكرانيا. اليوم الغرب بدأ يحسب حساباته على التهاون أو التقاعس في ردع روسيا في سوريا الذي سيدفع ثمنه لاحقا كما يدفع اليوم نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا. إذن بوتين الذي يسعى إلى أن يصنع أو أن يبني روسيا الحديثة والتي تشمل مناطق عديدة ونفوذ عديد ومن ضمنها سوريا، هم تقاعسهم وتقاعس دول المحيط كذلك أغرى إيران في التمدد. إذن اليوم التحالف الروسي الإيراني هو الطاغي في هذه المنطقة، والباقي يعني حتى الدفاع لا يستطيعون الدفاع لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا عسكريا. أيضا ما تأثير التظاهرات في السويداء، استمرار هذه التظاهرات بقوة وبدعم شعبي ما وكذلك في العديد من المناطق السورية الأخرى، ما تأثيرها على المشهد السوري وكيف ترسل هذه رسالة إلى روسيا؟ يعني الانتصار العسكري الذي يعتبره الروس وبشار الأسد والإيرانيين بأنه يعني وقع في سوريا، لم يستطيعوا أن يعني يستخدموا هذا القوة العسكرية والسيطرة على معظم الأراضي، يعني حتى الآن بحدود 52 إلى 54% من الأراضي السورية يسيطر عليها الأسد والروس والإيرانيين، لم يستطيعوا أن يسخروا هذا السيطرة على الأرض السورية سياسيا أو أن يكون هناك استقرار، لذلك أتت المظاهرات يعني في السويداء وفي باقي المناطق السورية لليوم 43 على التوالي منادين بإسقاط نظام بشار الأسد بنفس الشعارات التي أطلقتها الثورة السورية لتقول للعالم بأن الانتصار العسكري لن يجدي نفعا مع الشعب السوري، وأن دعاوي بشار الأسد ودعاوي الروس بأنهم يحاربون القاعدة وجبهة النصرة ما هي إلا دعايات رخيصة استسهلها الروس وجعلوا كل من يقاوم هذا النظام وكل من يحارب هذا النظام أو يريد إسقاط هذا النظام يتم وصفه بأنه إرهابي وبأنه داعش أو نصرة أو غير ذلك. لذلك اليوم هذه الأحداث التي جرت في السويداء يعني اكتسحت كل ما كانوا يبنونه من سياسات أو من ادعاءات أو نصر عسكري. في آخر دقيقة، ماذا عن مستقبل العملية السياسية في سوريا وجود تسوية في ظل هذا التدخل السوري، وماذا تبقى من مسار أستانا؟ يعني الحل السياسي عبارة عن كذبة يروجها المجتمع الدولي. بالأمس غوتيريش تكلم بصراحة بأن لا حل سياسي في سوريا، كذلك المبعوث الأممي بيترسون تكلم بأن لا توجد عملية سياسية، كذلك ووزير خارجية الأردن الصفدي قال بأن عملية التطبيع لن تأتي يعني بالاستقرار إلى سوريا. إذن لا يوجد استقرار طالما أن بشار الأسد والإيرانيين متواجدين في سوريا. الحل الوحيد هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحكومة انتقالية ذات صلاحيات بعيدا عن الأسد. إذن شكرا جزيلا لك من اسطنبول، خبير العسكري والسياسي السوري العقيد أحمد حمادة.